المشاهدون الاحباب في كل مكان، اهلا مرحبا بكم وصباح الخير على الجميع. تحيه خاصه لكل الناس اللي بتنضم لمتابعتنا في كل صباح، في صباحات جديده في صباح البلد يوم الاحد، اليوم الرياضي اللي بنناقش فيه الاحداث الرياضيه اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي، عدد من الاشياء الرياضيه اكيد حنناقشها سويا ان شاء الله. نقضي مع بعض وقت ممتع وسعيد بصحبة اتصالاتكم وكمان بسماع أجمل الأغنيات على الهواء مباشرة. مرتضى النعمان ومهيد العجب وعمر ريكس وجلال الدين أحمد، وكذلك تحيات سامي برهامي ومخلص في غرفة البث المباشر ودكتور وراك، كل الشباب المميزين في هذا الصباح، وكذلك شعراني تحياتنا لكم وصباح جديد ومميز في صباح البلد. خلونا نبدا المشوار باجمل الاغنيات، اهلا ومرحبا بالجميع. عليه افضل الصلاه وتم التسليم. طبعا اليوم يعني صباحا فجعنا بخبر مؤلم جدا، هو رحيل خبيره التجميل والاعلاميه هديل المشرف بالقاهره. طبعا هديل كانت يعني مرت بوحكه صحيه وكانت في المستشفى وفي غيبوبه تامه لمده اكثر من اسبوعين او 10 ايام يعني، وبعدها رحلت. يعني زوله طيبه جدا، المعشره حلو، لكن هي زي ما بقولوا اراده الله وقدره. نترحم عليها اكيد في هذا الصباح وتعازينا لابنتها ولاسرتها الكريمه، نتمنى انه ربنا يتقبلها القبول الحسن. انا لله وانا اليه راجعون. فنرجع لموضوع حلقتنا اليوم، هو خلينا نسميه انه هو حصاد الاسبوع الرياضي. عدد من الاحداث الرياضيه كانت خلال هذا الاسبوع، يعني حنتابع مباريات الدوري الممتاز اللي كانت في الأيام الماضية ونتائجها، و يعني كمان القادمين أو العائدين إلى الدوري الممتاز يعني بيقدموا في عروض طيبة جدا جدا. حيدوب النهود اللي حقق الانتصار بالأمس، وكذلك الرابط الكوستي اللي تغلب على المريخ من ركلة جزاء بهدف دون مقابل. يعني جلال بيتكلم عن الزمن الإضافي اللي كان في المباراة 10 دقائق. ففي واحدة من التعليقات يا جلال على في مواقع التواصل الاجتماعي أو خصوصا في صفحة المريخ، يعني واحد من المشجعين قال لما الحكم رفع ال10 دقائق استبشرت خير، قلت التش نازل الملعب، فتفاجأت انها هي دي 10 دقائق زمن اضافي. عموما كانت هزيمة قاسية بالامس للمريخ. طبعا مباشرة يعني الحال اتقلب في نادي المريخ واقالة المدرب التونسي، وحاليا فاروق جبر هو من يشرف على المريخ في هذه الفترة. عموما المريخ بيمر بظروف استثنائية صراحة، مشكلات الإدارية الحاصلة حاليا، 3 رؤساء في نادي واحد، بما انه هو يعني أيمن آخر رئيس يتولى إدارة المريخ وبقرار، لكن أيضا هناك إشكالات يعني في طعون تقدم واستئنافات. عموما الوضع في المريخ لا يسر صراحة، وحتى المدرب في مشاركة المريخ بالرغم من تأهله إلى دوري المجموعات، لكن هنالك علامات استفهام كبيرة جدا على شكل أداء المريخ. ونعم استطاع أنه هو يحقق التأهل، لكن هو خسر مباراته أمام الأهلي الليبي وتأهل. مباراة كانت صعبة بكل المقاييس، لكن في ذات الوقت المريخ كان بيلعب هذه المباراة من غير ملامح، وده اللي يعني من مباراة الأهلي طرابلس كانت في أصوات بتنادي بإقالة المدرب، وده الشيء اللي حصل أمس بعد مباراة الرابط كوستي مباشرة. برضو حنتعرض لاستعدادات الهلال وظهوره في الدوري الممتاز. الهلال طبعا اليوم حيرجع لتدريبات اليوم الأحد، برضو الاثنين عنده تمرين عشان يستعد لمباراة يوم الخميس أمام الرابط كوستي في الدوري الممتاز. الهلال طبعا أيضا يمكن يكون داخل ضمن هذه النقاشات بعد الخبر اللي يعني طلع إنه استقالة
هشام الصوبات من رئاسة نادي الهلال، والخبر اللي طلع إشاعة بعدها طلع هشام الصوبات في ممكن يكون في توجيه مباشر لجمهور الهلال يعني يكذب في هذه الإشاعات وإنه هو باقي على إدارة الهلال. كل هذه الإشاعات يعني هي طبعا أكيد حتضرب استقرار النادي، حتأثر تأثير كبير جدا. أتمنى إنه الناس دائما تتحرى الدقة في الأخبار قبل ما تطلقها لأنها هي فعلا مؤثرة. الحدث الأهم الموجود حاليا هو بطولة سيكافا اللي تحت سن 20 سنة اللي بتنظم في السودان، اللي هي طبعا انطلقت مبارياتها يوم الجمعة الماضي بمباراة المنتخب السوداني ومنتخب جنوب السودان، المباراة اللي انتهت تعادلية، وأيضا يعني ممكن يكون احتجاج كبير جدا وعدم رضا على المستوى الظهر به المنتخب في المباراة، ويعني كان في علامات كثيرة في الحديث عن أداء المنتخب. مبارك سلمان تحدث على أنه كان في عدم تركيز وكان في تشتيت ذهني في هذه المباراة، لكن إن شاء الله يعني المباريات القادمة وعد أنه المنتخب يظهر بصورة أفضل. سيكافا هتستمر لحد 11 نوفمبر الجاي، هي طبعا بتشارك في التصفيات 7 منتخبات، منتخب السودان هو في المجموعة الأولى بجانب منتخب جنوب السودان. نعم المباراة يوغندا وتنزانيا كانت انتهت 2-0. طبعا المجموعات المقسمة، السودان في المجموعة الأولى بجانب جنوب السودان وبوروندي وجيبوتي، مبارياته حتكون في أم درمان في الجوهرة الزرقاء. المجموعة الثانية اللي هي كانت مباراة بالأمس يوغندا وتنزانيا وأثيوبيا، المباريات باستاد بقلعة شيكار في مدينة الأبيض، وطبعا يعني جيبوتي أو بوروندي فازت على جيبوتي بخماسية نظيفة. طبعا حاليا الترتيب بوروندي في المركز الأول، جيبوتي في المركز السودان وجنوب السودان هم في المركز الثاني والثالث. طبعا الناس بتتكلم على انه كان منتخب يستحق انه هو يكون الافضل وهو يكون على صدارة المجموعة الاولى، لكن المستوى الظهر به ممكن يكون غير مرضي تماما في هذه البطولة.